العزاء في كل مكان شوف يحمل تحدي ويحمل انطلاقه واندفاعه. هكذا تواصل مستمر ايها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. واعلانات انطلاقتي الشوط الاول الرئيسي شوط يحمل ايضا اشاره ويحمل اندفاعه ويحمل انطلاقه جميله وتحدي كبير في هذا الاندفاع. الشوط الاول الرئيسي يحمل تحدي المركز الاول. ما شاء الله صاحي وعبد العزيز بن جابر بن جمعان. يلا يا بن جمعان خلك صاحي وخلك صاحي للموسم الجديد 2017 2018 بهذا الموسم الجديد. وصل ما شاء الله وصل شعار بن زروة اللي يغاثل بأداء جميل واندفاع أيضا مميز ما شاء الله. وتبارك الرحمن الزاير ومحمد بن زروة المري أيضا هنالك الصاحي والزاير. وصل أيضا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء وصل أيضا فجاي وسالم بن علي الشنجل أيضا وصل الشنجل ورابع الأسماء وصل جبار وعبد الله ايضا حمد بن عبد الله الزعبي ايضا الزعبي يقاتل بتحدي كبير وما شاء الله. خامس الاسماء وصل المتحد هو راشد بن سالم بن دوحه ما شاء الله بن دوحه باداء جميل وانطلاقه ولكن المقدمه والصداره ما شاء الله. وتبارك الرحمن صباح جميل وانطلاقه ايضا جميله المقدمه وصداره ما زال ما شاء الله. صاحي 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 وعبد العزيز بن جابر بن جمعان ايضا من يقدم صاحي بهذا الصباح الصاحي. ولكن الزاير الزاير ايضا محمد بن زروه من يزول بهذا التحدي الكبير ما شاء الله. ولكن دخول مباشره وصل فجاج وسالم بن علي الشنجل المري ما شاء الله. خامس رابع الأسماء دخول وصل جبار وحمد بن عبد الله الزعبي من يقدم جبار بأداء جميل. وخامس الأسماء وصل الله المتحد وراشد بن سالم بن دوحة ما شاء الله. ولكن الكيلو ونصف كيلو بقيادة صاحي صاحي يا بن جمعان صاحي 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 بتحدي كبير وانطلاقة بن جمعان ما شاء الله. يا بن جمعان ركز ركز وخلك صاحي مع صاحي. نعم هو صاحي بالفعل. نحن اقتربنا من لائحة الإعلان ولائحة الإنزال ولائحة ما شاء الله. وتبارك الرحمن أداء جميل صاحي في الصباح صاحي 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 ما شاء الله. وتبارك الرحمن الكيلومتر الأخير مع صاحي صاحي يا بن جمعان صاحي بتحدي كبير. عبد العزيز بن جابر بن جمعون افتتح الكيلومتر الأخير كيلو التحدي وكيلو الصراع ولكن المركز الثاني وصل هنالك الزاير وصل ومحمد بن زروة يزول في هذا الأداء الجميل ما شاء الله. ولكن صاحي صاحي يا بن جمعان صاحي يا عبد العزيز ما شاء الله. وتبارك الرحمن وخلك صاحي بأداء جميل وخلك ما شاء الله. عبد العزيز بن جابر بن جمعان من يقدم صاحي بأداء جميل واندفاعه كبيره. ولكن اوه الغادم الزاير الزاير يا بن جمعان الزاير الزاير محمد بن زروة المري هو زاير بتحدي كبير واندفاعه. اوه يا زاير الزاير 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 بن زروة الزاير محمد بن زروة المري زاير بتحدي كبير واداء جميل ما شاء الله. الزاير الزاير ومحمد بن زروة من يزورنا في هذا الصباح يزورنا في هذا الصباح الجميل يا بن زروة زورنا في هذا الصباح ما شاء الله. 300 متر اخيره اوه روح 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 بالتحدي بن زروة بالتحدي. الزاير الزاير زياره ايضا ما شاء الله زياره الناموس 200 متر مع الزاير وبن زروة. الزاير 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 ما شاء الله وتبارك الرحمن عيني باره صباحه صباحكم توافيق سجل تاريخ 28 اغسطس ما شاء الله ما شاء الله. الامتار الاخيره والمجنونه اوه يا بن زروة بن زروة زياره للناموس سلام سلام الزاير وبن زروة سلام تهانينا والناموس. شكرا للمتابعين لهذا الشعار المركز الثاني
وصل فجاي وسالم علي شنقل شنجل تالي اسماء. وصل ايضا صاحي ايضا بن جمعان مغدا عبد العزيز بن جابر بن جمعان مقدم صاحي توقيت الزمن لمشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. ساعة وصول ما شاء الله 4:41 56 جلد تهانينا والناموس لمالك زاير وزارنا في هذا الصباح ما شاء الله وتبارك الرحمن.